السلام عليكم مدحوينها جمهورية فدرال كا سوماليا مدني محمد عبد الله فرماشو أيام مانتا ورقدها قوسيقا دانتيرنمو كاقو دومي سفير رضا عصوبة دلال كا نينجيريا هيو اندونوسيا وكمد آه دلال كا اسكاشي إيو حرير قطردير وطاريخيا وإنقلاد حيو نينجيريا مدني يوسف يونسا إيو اندونوسيا مدني دكتور محمد هيري سربورين مدحوينها جمهورية دا إيو دانتيرياش عصوب أيها الغورين با كودا هادلي سيدي كورلو قادي لها حرير كا إسكاشي إيو كان دبلوماسية ديد إيو لبقيسود كا إيو أهميادة عالميقة إيو سوكر ليسا تاس ومنان دا سينا إيسا سيدي لايساقا كاشان لها لنعيادة أمنيقة دقالها إيو هورمارين تا دبلوماسية دا دنكو دا دانجيرياشا عصوب إيو كسو بيراي سفير هذا كهول قلا دل كينا إيو دبلوماسيين تا أيا وغورين با كم هاد عليي سو دوين تا ديران إيا كلا كل مين دولد دا فدرال كا سوماليا إيو شعب كا سوماليات إيو غو بغادييي هورمار كا إيو كتال عبستاي دولد دو كارهان دينا عيادا هورمار كا إيو دو بهابينها لغو سميييي دينا أمنيغا إيو دقالها لدقالن كا مسوغماسوغا إيو أرقاقي حسادا إيو دي بوهشيسين تا قودهان iyo horumarka dalka danjireyaasha cusub ayaa sidoo kale soo bandhigay qorshayaashooda ay ku horumarinayaan xiriirka iskaashi iyo kan diblomaasiyadeed ee dalalkooda kala dhaxeeya Soomaaliya ugu dambeyna madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ugu hambalyeeyay danjireyaasha cusub ee dalalka Nigeria iyo Indonesia xilalkan cusub ee loo igmaday isagoo u ballan qaaday in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku garab istaagi doonto أهمية الله إقمضي أي دبلوماسية ديد واد مهتنتهين